إليكم حقائق عن المرأة. المرأة في كل مرة تذهب فيها للتسوق لابد لها من مشوار آخر للسوق في اليوم التالي للتبديل أو الترجيع. المرأة تقود لمسافات أبعد بكثير من طريقها فقط لتجنب احتمال الضياع في الطرق المختصرة. إذا دعي رجل إلى رحلة 7 أيام فإنه بكل تأكيد سيحزم أغراضا تكفي 5 أيام فقط، وبدون شك سيرتدي بعض منها مرتين. أما المرأة فستحزم لنفس الرحلة 21 زيا كاملا لأنها لا تعرف ماذا سيتماشى مع مزاجها في كل يوم. في معظم بلاد العالم معدل عمر المرأة أكثر من عمر الرجل. أكثر موقف محرج تتعرض له المرأة هو أن تقابل امرأة أخرى ترتدي نفس ملابسها في الحفل. المرأة لا تستطيع كتم الأسرار فهي تحس بشيء غريب بداخلها ولا تعتبرها خيانة للثقة إن أخبرت شخصين أو 3 بذلك السر. في كل 90 ثانية تموت امرأة واحدة وهي في فترة الحمل أو أثناء الولادة. أغنى 20 امرأة في العالم 17 منهن ورثن تلك الأموال عن طريق أبائهن أو أزواجهن. في المتوسط فإن النساء يتحدثن 20,000 كلمة في اليوم، أما الرجال فهم يتحدثون في المتوسط 7,000 كلمة فقط، أي أن النساء يتحدثن 13,000 كلمة أكثر من الرجل العادي. في المتوسط فإن امرأة واحدة فقط في المملكة المتحدة تملك 19 زوجا من الأحذية، ولكنها لا ترتدي إلا 7 منها فقط. 40% من الولادات في الولايات المتحدة تأتي من نساء غير متزوجات، أي أنها تأتي نتيجة العلاقات خارج نطاق الزواج، أي بالحرام. بحسب بعض الدراسات فإن المرأة في المتوسط تضيع 1 سنة من حياتها فقط في اختيار اللبس المناسب. في السابق كان الرجال أول من قام بارتداء الكعب العالي، وبعدها بدأت النساء في ارتداء الكعب العالي ليصبحن أكثر ذكورية. المرأة العادية في المملكة المتحدة تستعمل طوال حياتها أكثر من 110 نوع من حقائب اليد. أمراض القلب هي السبب الرئيسي رقم 1 في العالم من حيث الوفيات بين النساء. في المتوسط فإن المرأة العادية في النيجر لديها 7 أطفال وهي أعلى معدل في العالم. في الإمارات العربية المتحدة مقابل 100 امرأة يوجد أكثر من 219 رجل وتعتبر هذه النسبة من أكبر اختلالات التوازن بين الجنسين في العالم. بعد المشاهدة في نظرك ما هي أكثر حقيقة أعجبتك عن المرأة؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليق وعمل لايك. دمتم بخير.